محكمة الرعفان كقبل كالجلجدود يا ما انت مركز لي وفريسة الدقيسي قلبات حكم دل توغشا او اي رعفان سنيال كيهين ايه دي سنيا شكل اه نور عبد محمد شعيب محمد فارح يو بلا عبد الله حسن وتطبي اللواتن كي بشي اللبات لباكن لباتن افر اي حكم دل توغشا كرد دي محكمة دا قبل كالجلجدود قدوميها محكمة الرعفان كقبل كالجلجدود عبد الله احمد علي او فري فري قلبات ايقل دعوذتك لو هستو سدحدان ايدي سنه ايا حفيس كحيري لالنتا قلمدو كدل بضي سو قد بنتا عديمو ديريا سيدا باريه كيسكا مرقاتيال وحا محكمة وعدات ان لو باهن يهي عدين ديريا سوا فاسان قضب كالهوبو غل صدن يكو فرقد سلوات حرفيسا اعداء قوانك محكمة ده محكمة ده رعفان قبل قلقدود ايضو عسكونا يسا اسباب تصاري كوحسن وحاي امريسا حفيس كحيري لاليها قود اي قلمدو inu soo gudbiyo cadeeme dheeri ah sida baarihi kiiska marqaatiyal iyo cadeemihi kale uu heli karo si waafaqsan qodobada 110 163 iyo 223 farqadi salaad a a da xeerka habka qaabta Soomaaliya gudiga garsoorayaasha dacwada Cabdullaahi Axmed Cali maktab gudoomiye Cabdiraxmaan Xasan Cali Xubin Cabdirsaaq Diri Faarax Xubin صلاد احمد حسين كالي نعك لك حقينك حفيزك حريلا لنت قل مدوغ عبد الحكيم محمد حرسي ايا شيغي انكيسك حكمك ديلك اللوها يستو رقان او عادي هاي سيدا درتينا ان لو باهنين عدي مرديريا اسلامر كاسنا محكمة در رحفان كا قول كا قل قدود كا عد صدي اني اي دو حكمك ديلك توغشاد اها اي اي ردي محكمة دا قول كا قل قدود ايا السوغو شروط النوع صحابنا ودلو بدو ميه كسر يا المحكمة تشرفت لو واحد قرر قال لنا مرور هذا السنة ياش درا الكود حكم كان كل سيء لحد يسدد وافق وهو وافق يفض وافق شرع الإسلام كبودا وافق سيء شرع الإسلام كوري واحد قطع عطيبة ترى الله إن أنا ربا من حتى مخاطيه طبعا أو المخاطيه اللي هو رأني عطيبة ترى الله ماشي الشك هو كإيمان كرا أو محكمة عطيك أنه أنه درا يسوع أنه ما فهم كرنا عطيبة حلقة للي هي نعذار نعذي أديك قب تاس إن أدن شوقي إن شوقتي محكمة الوداك أنا حلقة للي نعذار نعذي قب تاس ما أنا شوقين حان شو قب تاس مال أشرته عبارة عن مدة لوس أكرشن يتوان دقيقة كله أوكي حبضها مرحومين تا الله ونحرسته كل عذي دواقوده ان اد مقشاي يا دادان مقلي المحكمه اللي ودا حبدها لعاي وا مقلاي دواقود شنقركود وا مقلاي حد وها هيد اد غورتاس كوسغنيس لا تاريخ راسي 8 ساعه يا بر هبينيبا سوما هل اي هي مشي كره لك هل هي 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 هل اللي سخبرها هيد انا هل قاصد ساعدنا ما فيرين ما عضيك رد هل اي هي لكن هل دحا هي حلي أضو سق دحاي هاد تعبنا ما في رأني مركز أبوكاتي على حرام لي يا أبوكاتي ورسم أو كم بده قرينا الدفاع يا إذا سنة ياشا يا دقيسي كمحكمة ده كذب شيء جاي إن حكم كإذا سنة ياشا محكمة ده قبل كجل جدود أي ردي وسام كوسا لسنين مرق يقرال تونا سيدا دراد إن محكمة ده يعد عطي كذب مركي دقيستي إذا سنة ياشا kala duwanaashaha natiijada xukunkii hore iyo midka hadda bile iyo eedaysane nur waxay wali ku baaqi yihiin almutahan bari hatta tatwid idanatu wa un laga shakiyay laakin cid wax ku cadeysa ma jiray sababtoo ah shariicada islaamku waxay taqaana marqaatiyal iyo qiraal ay taqaana marqaatiyal ma jiro adkiiska xafiiska xiraantuna uu sheegay hamiin inuu dhacay cid marqaati u heleysana isan jirin sidoo kale qiraal lama hayo oo maxkamaddu horteeda way ka sheegeen ayagina marqaatiyaal isku noqdeen oo waxaan neewal buuxu leeyahay war aanu ma gelin
goobtana ma joogin bila iyo haduu yahay ninka loo oran jiray nuur waxaan rabaa gudoomiye maxkamadda sharaf talana saaxiibkayba sidoo uga codsaday hadafka dhan oo juhdiga loo gelinaa waxay tahay at-tacyiin in la caddeeyo la cayimo cidda falka geysatay cidda falka geysatay hadday xataa awliyaa udanka oo ilaahay yidhi waman qutila madluuma faqad jacalnaa liweliyihi suldaanan oo saldanada iyo awoodda ilaahay siiyey oo markii ama ay qisaas ha noqoto ama ha noqoto cafis ama ha noqoto diye inay qaataane waxay rabaan ciddii wax ay ku lahaayeen keliya inay helaan haddii shaki shaki soo galo hadda shaki qof muslima naftooda looma goyi karo ama xuquuqda dadka dhintay hadday yihiin liibaan iyo hadday yihiin ii sheeg macalin liibaan iyo doctor axmed hadda adduun haddii la waayo aakhiran la weyne laakiin garsoora go-aan wuxuu ku gaaro waxay noqon kartaa laba shay oo ah marqaatiyaal ama qiraal labadaas nin marqaatiyaalna looma hayo qiraalna looma hayo runkii maxkamadda waxay ahayd maxkamadda inay u qaadato dil kama ah 404 iyo 5 xeerka ciqaabtay ahayd laakiin ayaan darro ma aysan dhicin waxay maxkamaddu aaday dil ula kac ah ayay aaday shucayb waxaa ku dhacay xukunka asaga ah sidoo kale bile iyo nuurna waa ku dhaceen waxaan annaga mar haddii aan soo jeedinay eedaysanayaashan ay maxkamaddu horteeda ka caddeeyeen sida uu u dhacay fildembiyeedka ummadda muslimiinta ahna looga digay in qof bini aadan ah si xaq darro ah gacantooda ay ku gaarto ayaga ruuxooda kuwana looga digay ka mid yihiin in si xaq darro ah gacan ama qalin dil toogasho ah ama dil maxkamada ay ku xukunto digniinta naftirkeeda annaga qeybaan ka nahay sidaas darteed waxaan u taagneen inaan ifinno fildembiyeedka dhacay loogana fogaado in xukunkii maxkamadda gobolka la raaco waxaan codsanaynaa in xukunka maxkamadda gobolka bataatanba la jibiyo in xorriyadiisii loo celiyo nuur cabdi maxamed xaashi haddii aysan jirin cid ku sheegtay inuu faldembiyeed ka qayb qaatay ama dhibaato uu geystay caddeenna aan la keenin sidoo kale in xorriyadiisii loo celiyo bile cabdulqaadir xasan xiid isagana sidoo kale loo celiyo xorriyadiisii ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka galgaduud cabdulaahi axmed cali oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa sheegay in xukunka eedaysanayaasha maxkamadda racfaanka gobolka galgaduud ay ku dhawaaqayso 15-ka bishan oo ku beegan maalinta berita ah cabdifatax yuusuf beered warbaahinta shabeel dhusmareb internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah